الكوفيد تسدوها، هزوا الداب ديالكم الى هزين شي داب، الى معاكم شي فلوس ما تخليهمش في الطوموبيل، ما تخليش الداب في الطوموبيل، ما تخليش فلوس في الطوموبيل، ما تخليش باسبور في الطوموبيل، ما تخليش. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، الخوت اليوم غادي نشارك معكم جوج المواضيع. الموضوع الاول هو ما زالت بعد الجاليه المغربيه اثناء هبوط المغرب كتعرض لعمليات ديال السرقه، وحنا جينا باش نوعي ونوضحوا الالاف او مئات الالاف كيدوزوا الحمد لله ما كتشفروا ما والو، ولكن كاين بعض الحالات كيتشفروا، وداك الشيء علاش جايين حنا نشاركوا معكم هاد الفيديوهات باش ما تطيحوش في الافخاخ ديال المجرمين هادو، مادام حنا كنفضحوهم وهما ما كيصيدوا حتى شي واحد ولا ما كيسرقوا حتى شي واحد. عائله مغربيه يعني شوف كيفاش مساكن فرقعوا عليهم السياره ديالهم، والان عندهم واحد الطرق كما غادي يوضح هذا الاخ، هذا عندهم واحد الطرق جديده باش كيعرفوا هاد الطوموبيل هذه واش يهجموا عليها ولا ما يهجموش، فقط بسبب الممتلكات اللي عندكم. وغادي نشوفوا كيفاش كيعرفوا والتطور ديال السرقه اللي ولات عند المجرمين في استهداف الجاليه المغربيه. فالاخوان ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارطاج لتصل المعلومه الى الجميع. دائما كنذكركم راه اللايك فقط لتشجيع الفيديوهات ديالنا والدلع الخيري كفاعله، يعني باش توصل المعلومه للجميع. اذا نبداو على بركه الله بهذا الخبر الاول اللي هو هذا الفيديو الخوت كينتشر ديال سياره ديال الجاليه المغربيه تم الهجوم عليها وسرقه ممتلكاتها، ومساكن بقاو الناس ديالها في رعب. هذا الاخ هذا غادي يوضح لنا شنو الوسائل اللي ولاو كيستعملوا الشفاره باش كيسرقوا الجاليه المغربيه، وبالضبط قال كيستهدفوا السيارات اللي جايين يعني من خارج اسبانيا وكيدوزوا على اسبانيا والمغرب، يعني سواء هاد العمليه ديال السرقه كتوقع في المغرب وكتوقع هنا في اسبانيا. فلذلك الحيطه والحذر للتذكير الخوت، ما جايين نخلعوا حتى شي واحد، بالعكس الحمد لله حنا فرحانين ملي خوتنا الجاليه كنوضحوا لهم وما كيطيحوش في الافخاخ ديال هاد الناس. الهدف ديالنا هو انكم ما تطيحوش في هاد الشيء اللي حنا كنوضحوا، باش انت اللي كنتي غادي تحضي راسك وما تطيحش في يديهم، ماشي بعد التعاليق وكتخلعوا كذا كذا، ما كنخلعوا حتى شي واحد. الا انت الحمد لله وصلتي على خير وسلام، باغي الناس مساكن اللي كيطيحوا في يد هاد المجرمين يعيقوا ويفيقوا ونوعيهم باش ما يبقاوش يطيحوا في هاد الامور هذه. خليكم الخوت مع هذا الفيديو هذا، لايكات والبارتاج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بارطاجيو 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 الناس اللي غتشد الطريق هاد اليامات للمغرب، حضروا راسكم حضروا راسكم حضروا راسكم. وقفتوا في شي محطه ديال ليسونس بغيتو ترتاحوا شويه، هزوا معكم يعني ارتاحيتوا بلاصيتو الطوموبيل، بغيتو تمشيو للقهوه ولا تاكلوا، المهم خرجوا من الطوموبيل تسدوها، هزوا الداب ديالكم الى هزين شي داب، الى معكم شي فلوس ما تخليهمش في الطوموبيل، ما تخليش الداب في الطوموبيل، ما تخليش فلوس في الطوموبيل، ما تخليش باسبور في الطوموبيل، ما تخليش وراقك في الطوموبيل، ما تخليش شي كمبيوتر. راه الشفاره عندهم اجهزه جد متطوره، اجهزه خطيره، كيدوز على الطوموبيل كيعرف شنو عندك، واش الداب واش فلوس، ما كيفرعش الطوموبيل على الخوا الخاوي. راه يكونوا 10 ديال الطوموبيلات وتكون الطوموبيله ديالك انت فيها الذهب ولا فيها الفلوس، راه غيفرعوها لك. راه تطوروا الشفاره دابا، مابقاوش كيما شحال هادي، الله كان علمك نعاون علمك. الطوموبيل ديالك ما تخليش فيها الذهب، ما تخليش فيها الفلوس، ما تخليش فيها اوراقك، الزوم معاك حتى الى داو يدولك القهوه ولا يدولك اتاي ولا يدولك شي صنداله ولا شي سبرديله غتعطيها للفاميليا، ما يديولكش حاجة اللي مهمة، الباسبور، الوراق ديالك، الذهوبات، شي ذهب، شي كمبيوتر، شي تيليفون، ما تخليوش ما تخليوش، عندهم أجهزة جد متطورة، قادر أنه يعرف شنو عندك، عادي يفرع لك الطوموبيل، عادي يهز داك الشيء اللي بغا. بارطاجي بارطاجي بارطاجي، السلام عليكم. نعم الخوت كما شفتوا هاد الاخ هذا شكرا له جزيلا، يعني وضح هاد الامر هذا اللي راكم شفتوا الفيديو اللي عرض ديالو الجاليه المغربيه فرقعوا عليهم ساكن السياره ديالهم في احد باحات الاستراحه، يعني في كاسولينا دخلوا باش انهم يستريحوا ويشربوا قهوه ولا هذا، فكيجيو ولاد الحرام وكيفرقعوا السياره وكيسرقوها. داكشي علاش الا سمعتوا هاد السيد الان هاد الشفاره هادو ما بقاوش كيمشيو لاي سياره يعني ولا لاي ماتريكولا وكيشفروا هذه الجاليه لا ولات عندهم، يعني باش نتوما هادشي الخوت كنقول لكم كنجيب لكم معكم فيديوهات
ماشي باش نخلعوكم، لا باش نوعاو كاملين ونعرفوا كيفاش كيخدموا هاد المجرمين وما نطيحوش في الفخاخ ديالهم، ما نطيحوش في يديهم. هذا هو الهدف ديالنا اللي كنشاركوا حنا الفيديوهات. واخا قال لك اسيدي دابا هاد المجرمين هادو باش كيعرفوا مثلا كيدخلوهم لواحد الباحه الاستراحه فيها اسيدي 6 ديال الطوموبيلات مالها كاملين كيشربوا قهوه ولا مساكن كيستريحوا كيخليو حتى الطوموبيل ترتاح. كيفاش هما كيقول لك واش الفرقع هادو ولا هادي، حيت يقدر هو يفرقع الطوموبيل وما يلقى فيها والو. الان قال لك عندهم تقنيات خطيره هاد الشفاره هادو، عندهم تقنيات خطيره قال لك كيخدموا يعني بالات كدوزها بحال الطوموبيل، بحال هذيك مثلا كنشوفوا ديك الاله ديال البحث عن الذهب والفلوس وكذا، عندهم دابا الات خاصه بهم كيدوزوهم على السياره وكيعرفوا واش فيها الذهب الداخل في الطوموبيل، واش فيها الفلوس، واش فيها شي اله الكترونيه مثلا هاتف التليفون ديالك او لا فيها شي بي سي اورديناتور. هما يعني كيدوزوا ديك الاله الا دارت لهم تيت تيت راه يعني كاين شي حاجه داخل السياره انذاك كيهجموا على ديك السياره. الا دازوا على ديك السياره مثلا ولو فيها ماتريكولا ديال اسبانيا وجايه الجاليه عامره بالريغالوس بالحويجات ديالهم الله يوصل كل شيء على خير وبخير، كيدوزوا لهاد الحرام ديك الاله فكيعرفوا بان لافير خاويه. صافي شنو لافير خاويه؟ هي ما عنده ما يشفر. شنو يشفر؟ السروال، يشفر صباط، سبرديله، اشفر ما عنده ما يشفر، اشفر بيكالا، اشفر ثلاجه، ما عنده هذوك، ما عنده ما يدير بهم. هما كيبغيو الحاجه الصغيره والثمينه، يعني كيدوز داك الاله ما كيلقى فيها والو كيزيد في حالاته. هما كيبغيو الناس اللي كيطيحوا في هذا الفخ، وهذا هو الدور ديالنا حنا الخوت. دائما العيالات اللي هابطين بالذهيبات ديالهم وكذا، اول حاجه ما تزينوش في الطريق بالذهب وما تزينوش بالخواتم وكذا، داك الشيء خليو داك الشيء تكونوا في ديوركم وامنين، او لا توصلوا يعني ما تبقاوش في الطريق، ما تبقاوش يعني في عمليه السفر وعاد نرمي تزين الى اخره. لكن داك الشيء فاش تحيدوه ما تخليهش في الطوموبيل مخبي. قال لك يقول لك راه درتو تحت الكوسان. انا جاني واحد الميساج، واحد المراه قالت لي راك دايره الفلوس ديالي وداك الشيء تحت الكوسان، قالت لي واخا هكاك، قالت لي شفرهم ليا في واحد المحطه في المغرب تحت الكوسان. وتحت الكوسان راه هما داك الشفاره كيعرفوا كل شيء، كيعرف بان في شي فرقع الطوموبيل السوق قلب تحت الكوسان في الجياب في هذيك القابطه في كل شيء، في كل شيء كيعارفين هما كاع داك الشيء اللي كان حتى هذيك ديك ديال اللي كتغطي على الشمس حتى هي كيقلبوها. اذا اول حاجه اي واحد نزل يسترح في شي باحه الاستراحه شنو خصو يحيد؟ حيد الذهبات ديالو، حيد التليفون، حيد الاوراق ديالك، حيد الفلوس، كل شيء ندير واحد الشكيكيره تكون قدامي وتكون مشدوده ونهبط بها. هذيك هي اللي خصك دائما ندير ديك الشكيكيرات اللي كنشوفوا يعني بزاف دايرينها، ولا الساك ديال المراه يكون مزيان، شي حاجه اللي تخطف شي ساك يكون مزيان، وعاد هبطوا باش السياره ديالكم ما تعرضش حتى الا دازوا هاد المجرمين هادو ما كيلقاو فيها والو كيزيدوا في حالاتهم، لان الان ولاو كيخدموا بطريقه ذكيه وطريقه يعني متطوره كما كنقولوا. فالحيطه والحذر. كذلك الاخوان كما شفتوا في الفيديوهات السابقه جاوا تواصلوا معنا بزاف ديال الاخوان، لان الجاليه الان كتعرض كما كنقولوا مقصوده، مقصوده من جميع المجرمين، من جميع الشفاره، سواء الشفار اللي كاينين في المغرب ولا اللي كاين هنا في اسبانيا ولا اللي كاين في فرنسا او لا في ايطاليا. هما الهدف ديالهم ما عارفين بان هذا النوع، علاش ما يشفروش ناس عاديين؟ لان الناس عاديين خارج من الخدمه ما شحال يكون هاز 10 اورو، كيشفروا الجاليه المغربيه. علاش؟ لان عارفينهم عاطين باكاسيوني وكيعرفوا بان الجاليه ملي كتهبط كتجلس شهر شهرين، يعني هابطين بالفلوس بالذهب ديالهم بالامور ديالهم مزيانه، هابطين باش انهم يتفتحوا في بلادهم. فهاد العصابات هادو عارفين هاد الامور، داكشي علاش كيستهدفوا الجاليه بالضبط. فلذلك سواء في المغرب، ما كنقولش انا اسبانيا، في المغرب هذا ناس تواصلوا معايا انايا في لي كومونتير ولا في النمره في الواتساب. انا نخليكم نمره الواتساب ديالي الخوت في اول تعليق، اللي طرا ليه شي مشكل يشاركوا معنا وحنا نشاركوه مع الناس، ما نخلعوا حتى واحد، غير نشاركوه مع الناس باش الناس ما تطيحش في داك القلب اللي انت طحتي فيه. كون كنا كنوعيو بعضياتنا، انا مثلا تشفرت بهذه الطريقه ونجيو نشاركها مع الناس، نقول لهم اخوتي شنو 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 طرا، حضيو راسكم هذه القضيه. اذا شي واحد ملي يمشي لذاك البلاصه فين تشفرت ما يطيحش في القالب ديال هذوك ولاد الحرام اللي شفروني انا. هذا هو الدور اللي كنبغيو نديرو. الله يهديكم الاخوه اللي كيبقاو كتخلعونا كتهذا، ما كنخلعو حتى واحد باش نكونوا واضحين. فالحيطه والحذر. شفتوا ذاك الاخت انواع ديال السرقه على الجاليه المغربيه، ماشي فقط سياراتهم، ماشي فقط الذهب، ماشي فقط، راه كاين اللي نصبوا عليهم في المغرب مع الدخل، نصبوا عليهم في المكالمه، مكالمه كاين اللي مسكين خلص 100 الاورو بمكالمه يدير ليه لوليداته وكذا كما شفتوا في الفيديو السابق وداوها ليه. كاين اللي مسكين شرا مشى لتما يعني شرا شي كاين اللي شرا طاسه العسل قالوا ليه راه حره وما عندهاش وكذا، مشى لقاها غير ديال
غير ديال كي ياكل، غير ديال السكر، غير السكر مطحون وكذا، انواع النصب على الجلية والاحتيال عليها لها مئات الالاف الطرق. حنا كنشاركوا ما يصلنا وكنشاركوا الاخطر اللي كي يعني كنقولوا كاثر على الجاليه المغربيه. شفنا شاركنا معكم داخل الباطوات، كان السرقه وحضرناكم، ماشي باش نخلعوكم، حضرناكم باش كلشي ينتبه، كلشي يهز فليساتو يهز الامور ديالو، متفقين؟ شفنا بالفيديوهات ناس، حضرناكم من السرقات اللي كتبقى على الطرق، حضرناكم من السرقات ملي توصلوا للمغرب، حضرناكم من باحات الاستراحه في المغرب حتى فيها بعض الباحات تعرضوا، بعض الجاليه المغربيه الى السرقه. ولكن الخوت كل كيقول لي واحنا مشينا بخير وعلى خير، وحنا كنمشيو بخير وعلى خير. راه الجاليه المغربيه راه تقدر 5 مليون، كتبطل كل سنه كتبطل 3 مليون ونص للمغرب، 3 مليون ونص، 1% ولا 2% اللي كيتعرضوا لعمليه السرقه، خاصه على الطرق ديال اسبانيا ولا المغرب. 3 مليون كامله مشاو فرحانين بخير وعلى خير، رجعوا فرحانين بخير وعلى خير. لكن هذيك 2% ولا ذاك 1% ما بغيناش مسكين حتى هو يطيح، لانه خونا، لانه من الجاليه المغربيه، محسوب علينا. علاش اخويا مسكين يشفروه؟ علاش هاد المجرمين ينصبوا عليه ويديو ليه رزقه ويمحنوا وليداته وكذا؟ شفتوا القصه اللي كنت عاودت لكم شاركتها معنا، ذاك الاخت اللي مسكينه شفروه هنا في اسبانيا وبداك الخلعه، هربانين قالت لك بحال شي فيلم ديال الاكشن، وكانت حامله مسكينه، وملي وصلت لقات بان ضيعت التربيه ديالها. راه داك 1% اللي كيطرا خصنا حنا نشاركوا باش ما نطيحوش في يد المجرمين. داك عفوا، داك 1% من الجاليه المغربيه اللي كطيح في يد العصابات ما بغيناهاش تبقى طايحه. اما 99 راه كيمشيو امنين وكيرجعوا امنين. متفقين الاخوان؟ باش نوضحوا بعض الشيء، الاخوان كيبغيو يركبوا على المواضيع اللي كنقدموا، كيبغيو ما يركبوا عليهم، ما كيشوف، ما يمكن هو ما عندوش المشاهده ولا حتى واحد مدايه فيها ولا ما عندوش مصداقيه، فكيقول باش انا تحت انا يشوفوني راه نضرب في القناه فلان الفلانيه راه كتعطي معلومه الى اخره مفيده. حنا الحمد لله كيثقوا فينا الناس، هذا من فضل من الله ومصداقيه ديالنا، لان دائما نتكلم بالادله ودائما كدفعنا الغير على الجاليه. راه ممكن اننا نتبع مواضيع اخرى، ولكن الا كنقولوا مواضيع ديال الجاليه، لان هذه القناه هذه وهذا الميكروفون اش دار من اجل الجاليه المغربيه وصوره المغرب وصوره جاليتنا المغربيه. هذا ما كان الاخوان، اكتفوا بهذا القدر، ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم والبارتاج كما العاده، وخليونا التعليق ديالكم راه كنقراها كامله ونجاوبكم كاملين. الى ذلك الحين استودعكم الله، الى اللقاء.